لحظه من فضلك، هو انا بطلب منك لايكات؟ لا ما بطلبش منك لايكات، بطلب منك تعمل سبسكرايب اطلاقا. امال ليه يا اسطى بتقول لي بقى ان انا بطبل وبعرض عشان خاطر اجيب مشاهدات؟ يعني انا لا بطلب منك لايكات ولا بطلب منك اشتراكات، انت ليه بتبني فكره عني لمجرد ان في ناس قبل كده كانوا بيعملوا كده؟ مش لازم اكون انا زيهم، يعني مثلا انا اتغفلت في ماتش المغرب بتاع العوده قدام غينيا بيساوي يوم السبت ومحدش قال لي عليه خالص، ومع ذلك ما اتكلمتش عنه ولا طلعت اطبل لو مباراه ما اتفرجتش عليها. ليه؟ لان انا ما اتفرجتش على الماتش، وما كانش ينفع ان انا اطلع واتكلم كلام رهيب على المنتخب المغربي في حين انا ما اتفرجتش على الماتش. وقتها بقى كنت ابقى طبال. بس مع الاسف الشديد يعني يمكن دي من اهم الصفات اللي الواحد بيحاول ان هو ما يحصلش عليها في يوتيوب او في شغل العادي، لان انا مدرب كره قدم عادي، او لا اتخيل ان انا مدرب كره قدم وان انا اساسا كنت مضحي بالقناه دي عشان خاطر اخد دورات تدريب في عالم كره القدم. يعني انا مش جاي اهبد عليك واطلب منك لايكات او سبسكرايبات، انا بسيبها لذوقك انت. لا عجبك الفيديو بتعمل لايك، ما عجبكش بتعمل ديسلايك، واحنا هنا في يوتيوب يعني مش في التلفزيون مجبور ان انت تقعد تتفرج عليا. لا مش عايز اتفرج عليا ما تتفرجش يابا. بس بصراحه في مفاجاه يعني غريبه جدا بالنسبه لي حصلت في ماتش المغرب بتاع العوده قدام غينيا بيساو. لما دخلت دلوقتي اتفرج على التشكيل اللي لعب بيه سيد وحيد خليلزيتش، ايه ده الراجل اللي لعب بنفس التشكيل اللي لعب بيه الماتش غلب بخمسه. ياه وحيد خليلزيتش بيستقر على خط الدفاع ثلاث ماتشات ورا بعض، لا 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 ما بيغيرش ولا تغييره في الماتش الثاني، لا 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 لا. انت ناوي بجد تعمل انسجام في الفريق ولا يا عم وحوح؟ في ايه يا عم الحاج؟ فين يا عم التغييرات والحاجات اللي كنت بتعملها كل ماتش دي؟ اخرنا اقتنعت ان الانسجام بيجي لما المجموعه تلعب مع بعض وقت طويل. دخلت بصراحه اتفرجت على الملخص بتاع المباراه، لعيبه منتخب المغرب اخيرا بدانا نشوف ان في باصتين ثلاثه بيتعملوا جوه الملعب، اكمني يا دوبك بيلعبوا مع بعض تاني ماتش على التوالي، وبدانا نشوف في ريحه انسجام بدات تحصل في الفريق. شفت يا عم وحيد انت اللي كنت مفتري ازاي عمال تغير في التشكيلات؟ شفت يا عمي لما قررت انك تلعب بنفس التشكيله؟ اه وانت غيرت طريقه اللعب، يعني استمر بنفس التشكيله بتاع الماتش اللي فات بس ربنا كرمه وقال لك غير طريقه اللعب. لا يا عم وحيد يعني ما ده 4 3 3 حلو، قال لك لا انا 4 2 احط ريان ميمي جنب ايوب الكعبي، تمام بس سيب المجموعه هي جوه الملعب ما تغيرش فيها حاجه. ماشي اتفقنا احنا بعد ماتش خمسة ان احنا هنكمل بنفس اللعيبه هي مش هغير. غيرت انت في التشكيل عادي، لا غيرت في الخطه اسف ما تغيرش في التشكيل، ما تغيرش في التشكيل ويسيب الفرقه تلعب ماتشين ثلاثه كده يجيبوا شويه انسجام ويجيبوا كره جميله وبعدها ارجع حك براحتك. لان انت النهارده لو كسبت المباراه بتاعه غينيا النهارده بنسبه كبيره جدا انت هتكون صعدت. فعم وحيد اعمل بقى اللي انت عايزه في الماتشين التانيين، بس ابوس ايدك ما تعملش حاجه، سيبها زي ما هي وسيب المجموعه زي ما هي وخلي تغييراتك ثابته كده بالنسبه لك. يعني انت مثلا بقى عندك شويه تغييرات ثابته، بقى عندك مثلا تغييره زي تغيير فيصل فاجر، تغييره مثلا زي سفيان بوفال، وطبعا الياس شاغر قدم اداء عالي جدا، وناس كتير جدا بتقول لك الولد ده لعيب مثالي والولد بيقدم اداء كويس جدا جوه الملعب، وده حقيقي على فكره هو لاعب ممتاز، بس محتاجين بس نشوفه كتير جوه الملعب، محتاجين كابتن او السيد وحيد خليلزيتش يسيبه لنا فتره جوه الملعب بحيث نعرف نحكم عليه ونشوف هيكون واحد من اهم الكي بلاير بالنسبه لمنتخب المغرب ولا لا، لان احنا مستنيين نشوف مين الكي بلاير اللي ممكن يشيل الفريق في حالة ان هي عقربت غير حكيم زياش. انت دلوقتي مستبعد زياش صح؟ ورينا بقى ممكن مين يقدر يشيل المكان والفراغ اللي فيه حكيم زياش. مفترض ان دلوقتي هيشيلوا لعيب زي رايان مامي وهيشيلوا لعيب زي الياس شاغر زي ما احنا بنتكلم. لا انا اعتقد لا ايمن بركوك برغم انه سجل هدف وسفيان مرابط صعب جدا ان هم يشيلوا الادوار الهجوميه ويكونوا كي بلاير لان هم بيلعبوا ديفندرات تحت، فصعب جدا انك تطلب منهم ادوار هجوميه وابداعات فرديه. لا انت كل حاجه طالبها من لعيب زي الياس شاغر، تمام سيبه بقى سيبه ينطلق لحد ما نخلص تصفيات وبعدها نقول هل الراجل ده حل مكان حكيم زياش ولا لا. والراجل عنده سليم املاح برضه وعنده سفيان الكرعوني. بص هي في اسماء في لعيبه منتخب المغرب كده بتلاقيها صعبه شويه فلما بنغلط فيها بيقول لك انتوا بتغلطوا في اسامي اللعيبه، انتوا عاملين فيديوهات عشان مطبل، هنرجع تاني نفس المكان اللي احنا بدانا فيه. بس عزيزي احنا هنا وصلنا لمكان كويس ان منتخب المغرب بدا يقدم كوره كويسه وبدا يقدم تشكيل نوعا ما فيه ريحه ثبات كده، فيه ريحه ثبات جايه من بعيد ان وحيد خليلزيتش اخيرا لقى العناصر والمجموعه اللي هو هيشتغل بيها، واتمنى اشوف العناصر اللي لعبت الماتشين بتاع غينيا بيساو النهارده موجودين جوه الملعب علشان خاطر نشوف في انسجام جوه الملعب. دي حاجه اتمناها بالنسبه للسيد وحيد خليلزيتش. هتقول لي لا انت بتتكلم على المنتخبات الشمال افريقيه وما بتتكلمش على منتخب مصر، اقول لك ان انا عامل عندي هنا في القناه
حوالي 20 فيديو على منتخب مصر بس محدش بيتفرج عليهم، فما كده هتقول لي انت ما بتعملش فيديوهات. لا يابا، العيب فيك انت، انت بتخش تتفرج على الفيديوهات بتاع منتخب مصر وفي الاخر بتعمل عني وجهه نظر انت عايز تشوفها. بس حتى لو انت عايز تشوف اللي انت عايزه، في الاول او في الاخر دي اراء، واحنا كده كده عارفين ان احنا مولودين على شويه موروثات قديمه، وهي شويه كراهيه كده وشويه حاجات غريبه كده. بس بلاش كراهيه دي بدل ما تجيب لنا وقف الارباح، واحنا الارباح بتاعتنا اصلا مفيش فلوس اصلا في القناه. ولو عجبك الفيديو ولو عجبك الوضع السيء اللي القناه فيه، ممكن تعمل لايك او تعمل سبسكرايب. لو ما عجبكش انزل اشتم في الكومنتات وقول نفس الكلام اللي انت بتقوله كل فيديو.